من الملاحظ أنه بالفترة الأخيرة كثرة الصور اللي بتجمع ماريتا عاصي الحلاني وسيلفيو شيحة بمناسبات مختلفة ومتعددة. الأمر اللي طرح علامة استفهام حول طبيعة العلاقة اللي بتجمع بين هالشابين، ومن المرجح أنه يكونوا بيحبوا بعضهم وبانتظار الفرصة المناسبة لإعلان عن حبهم علناً. هالشاب الرياضي اللي لفت الأنظار له من بعد فوزه ببرنامج سبلاش قبل سنوات نجح بأنه يكون أحلى صورة عن لبنان السياحة، وتحديداً بعد الفيلم الوثائقي اللي صوره قبل حوالي سنة واللي بيتزلج فيه على المي وبأماكن مختلفة بلبنان. وهو اللي احتفل مؤخرا بزفاف اخته على باسل سليمان فرنجيه. اما ماريتا فانطلقت فنيا السنه بدعم من والدها وبدعم من سيلفيو اللي لوحظ وجوده معها باكثر من مناسبه. وشو ما كان اللي بيجمعهم حب، صداقه، غرام، فالله يوفقهم لانه